الحقيقة أنه بيبدو أن القضاء أو الرغبة في القضاء على الإهمال والفساد في مؤسسات الدولة المختلفة خاصة والحكومية أصبح رغبة عامة، أو أصبح بمعنى أصح وأدق اتجاه للدولة، ليس فقط قرار شخصي أو قرار على مستوى معين، لا، ده الاتجاه العام للدولة. ويمكن أو بالتالي لما تتابع أو لكل من هو يتابع نشاط هيئة النيابة الإدارية خصوصا الفترة الماضية هيلاحظ أنه هناك حركة من النشاط، حالة من النشاط وحالة من الرغبة الحقيقية في كشف أو كثيرة جدا في الفساد والإهمال في القطاعات الحكومية بشكل أساسي. الحقيقة الفساد والإهمال ده اللي أكل مننا كتير قوي، أكل مننا ضمير وأكل مننا وقت وأكل مننا سنين في عمرنا وأكل مننا مجهود وفلوس واستثمارات وأرواح بني أدمين. الفساد والإهمال اللي خلانا نسمع النهاردة عن إنه طفل صغير في السن، طفل يصاب في حادث سير فينقله والده على مستشفى جامعي محترم، المفروض يعني المستشفى جامعي محترم، فترفض المستشفى دي ان هي تستقبل حالة الطفل او ان هي تبدأ له في التحاليل والأشعة المطلوبة فورا الا بعد ما يرهن والد الطفل ساعته وموبايله لانه ما معهوش فلوس تقضي عشان تمن الأشعة والتحاليل. لما نوصل للمرحلة دي نعرف قد ايه دور زي دور هيئة النيابة الإدارية مهم جدا، ونعرف قد ايه احنا لازم كلنا نقف جميعا بشكل ايجابي جدا مع بعض كأفراد في المجتمع ومع المجتمع ومع البلد ومع كل جهاز وطني محترم شريف من يقوم عليه حقيقي عنده كمان رغبة حقيقية في التخلص من الفساد والإهمال. تعالوا نفتح هذا الموضوع المهم جدا ومجموعة من الملفات الهامة جدا مع سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية. سيادة المستشار أهلا بحضرتك معنا في عسل أبيض. أهلا بيك، بشكرك على وقت حضرتك معنا. العفو. خلينا نبدأ يا فندم لأنه نشاطكم ما شاء الله في حالة يعني مزدهرة اليومين دول الحقيقة، وخلينا كده نبدأ بما قرأناه عن أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة الأمر الذي أعطاه بإحالة مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين بوزارة التربية والتعليم وديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية العاجلة بشأن بلاغ وزير التربية والتعليم المخالفات التي شابت امتحانات أبناؤنا في الخارج المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية وحدوث غش جماعي بالامتحان. يمكن اتعرفت القضية دي باسم قضية ميلانو أو القنصلية المصرية في ميلانو. بالضبط. ايه يا فندم تفاصيل القضية دي؟ طيب تفاصيل القضية دي باختصار ان جالنا بلاغ من السيد الوزير بناء على مذكرة حررتها احدى المختصات بالاشراف على الامتحانات في القنصليه المصريه في ميلانو. احنا عارفين ان امتحانات الشهادات بتجرى في جميع القنصليات الموجوده في مصر لدى مصر خارج البلاد، وبينتدب مجموعه من المراقبين للاشراف على اعمال تلك الامتحانات او بينتدب القائمين على العمل بالسفاره للاشراف. اللي حصل ان المذكره دي بينت اثناء والتحقيقات كشفت عن ان عمليه الامتحان نفسها كان هناك أبناء العاملين بالخارج بيجروا الامتحان بقنصلية ميلانو، من ضمنهم أبناء العاملين بالسفارة نفسها، يعني بعض الملحقين الإداريين الموجودين في السفارة أولادهم بيمتحنوا. بشكل أو بآخر تواجد أولياء الأمور مع الطلبة داخل لجان الامتحان. طبعا وضع زي ده على طول احنا بنعرف ان هو ولي الأمر لا يمكن يتواجد مع ابنه في الامتحان أثناء اللجنة إلا لسبب واحد. كمان عندنا فكرة ان العدالة، يعني الامتحان اللي بيبقى موحد على مستوى الجمهورية ده في ناس لأنها سهلت لها الفرصة بشكل أو بآخر لعملية من عمليات الغش فهتجيب درجات لا تستحقها، وفي شخص آخر يستحق الدرجات هيحصل على ما يستحقه بالضبط، وبالتالي بقى عندنا خلل حتى في العدالة. يعني بقى عندنا فكرة الغش، بقى عندنا فكرة أن ناس خدت جهد ناس لا تستحق لمجرد استغلال فكرة ضعف الرقابة أو وجود حالة من التسيب أدت إلى دخول أولياء الأمور دول لمقر القنصلية مع أولادهم أثناء الامتحان. فترتب على كده طبعا التحقيقات انتهت وأثبتت الواقعات دي وأحيلت القضية كلها للمحاكمة يمكن في 25/10 اللي فات. كان فيها يا فندم كم متهم؟ القضية كان فيها 4 متهمين، واحد من التربية والتعليم هنا وثلاثة من القنصلية المصرية في ميلانو كلهم من الملحقين الإداريين. وجميعهم ثبت تورطهم في هذا الأمر بما لا يدع مجال للشك،
وخلاص اتقفلت القضيه. يعني انا ما بقولش ثبت لدى النيابه الاتهامات، انما طبعا عشان نقول ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك ده حكم قضائي نهائي بالطبع. طيب خلينا ننتقل من هذه القضيه لان هي الحقيقه شغلت ناس كثيره جدا لقضيه اخرى لا تقل اهميه الحقيقه عن القضيه الاولى، وهي بخصوص إحالة مجموعة من المسؤولين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيال واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر وقدرها، الرقم بس كان كبير شوية ما عرفتش أقراه غير لما اتكتب الحقيقة، 147 مليونا و816 ألفا و227 جنيها جنيها ونصف. طيب ايه يا فندم التفاصيل دي والرقم طيب. ده يعني يمكن دي كانت فعلا من القضايا الكبيره والغريبه اللي حققتها النيابه، كان بلاغ جاي من برضو وزاره التربيه والتعليم. لما جينا نفحصه فوجئنا ان المتهمين جميعا، يعني احنا بنتكلم هنا على 10 متهمين منهم قيادات في اداره 6 اكتوبر التعليميه السابقين ومنهم مسؤولين ماليين ومسؤولين وحدات حسابيه ومسؤولين حسابات، الناس دي بيبقى في ميزانيه طبعا مرصوده للتعليم طبعا. على مدار 3 اعوام 2012 و13 و14 حرروا شيكات وهميه، يعني حرروا عدد 301 شيك بلغ مجموع المبالغ بتاعه الشيكات دي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي 147 مليون، ما يقارب ال 148 مليون جنيه. الشيكات دي اتعملت باسماء وهميه وصرفت لاشخاص وهميين بالاتفاق طبعا مع المتهمين، وترتب على كده ان احنا بقى عندنا هذا المبلغ الضخم اللي صرف من ميزانيه التعليم لأشخاص، يعني تم اختلاس هذا المبلغ لمصلحة أشخاص وعلى مدار 3 سنين لم يتم اكتشاف الواقع، لدرجة حتى أن النيابة قررت أنها يعني تعمل تحقيق مستقل مع المختصين في وزارة المالية اللي هم دورهم أنهم بيراقبوا الإنفاق الحكومي بصفة دورية، وأعتقد فيهم حد متورط كمان بالظبط بالظبط، وكان أحد المتهمين. الفكرة كلها أن أصل دي منظومة كاملة، عشان أقدر أستولى على مبلغ زي ده في فترة زمنية بهذا الشكل لابد أن تكون هناك منظومة كاملة من الفساد، يعني ما فيش شخص واحد أو اتنين يقدروا يعملوا ده. دي كانت منظومة كاملة، يعني غير العشر متهمين في هناك لسه ما زال مزيد من التحقيقات. وبالتالي مبلغ ال 148 مليون جنيه ده بدل ما يتم استخدامه لتطوير وتحسين منظومة التعليم في مصر، لا دخل جيوب ناس تانية. بالظبط، وده الاثر الاخطر بقى، يعني مش بس فكره ان هم اختلسوا الفلوس، لا الفلوس دي كان لابد منها تطوير منظومه التعليم اللي هي من وجهه نظري متهلكة. اهم الاشياء التي يجب ان نضعها في حسباننا اذا كنا نبغي تقدم هذا البلد، فاذا كنا بناخد مبلغ ضخم بهذا الشكل لمده 3 سنين دي تبقى مشكله كبيره. كمان النيابه بلغت نيابه الاموال العامه العليا قبل المتهمين اللي هم من غير العاملين بقى في الجهاز الاداري للدوله عشان تتخذ اجراءاتها في الدعوه الجنائيه. رائع. طيب ناخد كمان موضوع اخر، كان خبر حقيقة غريب جدا لما 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 قريناه وناس كتيرة ما فهمتش حتى يعني ايه ابعاد الخبر ده ايه، وبعد كده لما هيئة النيابة الإدارية يعني هي تولت بقى هذا الموضوع فهمنا شوية القصة بادية ازاي. كان الخبر بيقول تصريح دفن، انه كان فيه تصريح دفن تم اعطائه لزوج بدفن زوجته في طنطا على ان الزوجة متوفية وفاة طبيعية، ثم فيما بعد عرفوا انه الزوجه دي تم خنقها عن طريق الزوج، اتخنقت ما ماتتش موته طبيعيه يعني، وبالتالي دي طبعا قضيه فساد، في هنا مشكله، فتدخلت النيابه الاداريه. ايه يا فندم تفاصيل هذه الواقعه؟ طيب تفاصيل الواقعه دي ان كان عندنا طبيب في احدى الوحدات الصحيه باحدى محافظات الدلتا اصدر تصريح وفاه في سيده توفت، لغايه دلوقتي هنقول توفت، فاصدر لها تصريح الوفاه. هو القانون بيقول ان هو لابد ان يعين الجثه ويتاكد من عدم وجود ثمه شبهه جنائيه، وحتى بيكتب كده لا توجد شبهه جنائيه عشان اقدر استخرج تصريح الدفن اللي المفروض انه يطلع وشهاده الوفاه. عمل كده بالفعل، اقارب الزوجه السيده المتوفاه تقدموا بشكوى بيقولوا فيها ان هم شاكين ان هو اعتدى عليها وهو السبب ان هو يعني قتلها. بناء عليه النيابه العامه استخرجت الجثه من الدفن وكلفت الطب الشرعي بالفحص، فعلا ثبت من تقرير الطب الشرعي بتقرير الصفه التشريحيه انها قتلت نتيجه استعمال العنف بالضغط على عنق المتوفاه مما ادى للوفاه نتيجه اسفكسيا الخنق، وجابوا الادله بوجود انسكابات دمويه، يعني كان تقرير طبي واضح تماما ان الموضوع كان جريمه قتل.
بس يا فندم هي بعد ما اتدفنت طلعوا اهلها شكوا في الموضوع فبلغوا فطلعوا الجثه وكشفوا عليها. بالظبط. واحنا بنحقق طبعا ظهرت الحقيقه وظهر فعلا ان الزوج هو المتورط في جريمه القتل وان الزوج له احد اقاربه ويعمل فني بالوحده الصحيه دي. نعم. استطاع بالاتفاق او بالاشتراك مع طبيب الوحده الصحيه ان هم يطلعوا تصريح الدفن بغيه التغطيه بقى على الجريمه وان لم يتم اكشافها ومجرد ما تدفن الجثه يطمئن الجميع الى تمام الجريمة. ولكن طبعا النيابة انتهت إلى إحالة الطبيب للمحاكمة وكمان أفراد التحقيق مستقل للتحقيق مع فني المعمل ده اللي هو توسط في ارتكاب الجريمة اللي هو كان زي ما قلنا من أقارب الجاني وتوسط لدى الطبيب وأحيلت بالفعل القضية للمحاكمة في 13/10 اللي فات. سؤال يا فندم هنا، لو ثبت أنه الدكتور ده الطبيب ده لا هو ما كانش عارف أن هي قتل ومجرد بس غلطته ان هو اعتمد على كلام الفني اللي معاه صدقه وهو ما كشفش بنفسه كطبيب، هو طبعا في هنا برضو خلل في يعني ذمته كطبيب، المفروض هو طبعا يراعي ضميره اكتر من كده، ولكن لو هي دي بس جزئية تقصيره ان هو اعتمد على كلام الفني وما كشفش على الجثة بنفسه، بتفرق طبعا العقوبة هنا، درجة الإجرام هنا بتفرق طبعا لو هو كمان متورط وعارف ان كانت دي جريمة قتل واتكتب ان هي وفاة طبيعية. تمام، خلينا نقول الكلام حضرتك مظبوط بصفة عامة، فكرة الفارق ما بين وجود العمد في ارتكاب الجريمة وما بين فكرة الإهمال، ولكن في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يكاد الإهمال فيها يقارب العمد، يعني الفكرة أن الطبيب بيبقى عليه نوع من التكليفات الخاصة، هو مش شخص عادي، هو له تكليفات خاصة. كمان ظروف وملابسات الواقع، لما تبقى سيدة في مقتبل العمر، احنا بنتكلم على سيدة في ثلاثينات العمر وتتوفى بشكل مفاجئ، يبقى لازم هنا الطبيب يبقى عنده فكرة الشك ولازم يبقى يفحص الجثة ولا يعتمد على سين أو صاد أو على تقرير من أحد الأشخاص غير المؤهلين أو شهادة أحد الأشخاص المشكوك فيهم، هو يؤدي واجبه. فإذا أخل في الأداء واجبه زي بالضبط الدكتور اللي بيعمل عملية غلط لمريض، ما اقدرش اقول هنا وفيها نوع من الاهمال الجسيم، ما اقدرش اقول هنا والله لا اصل هو ما كانش يقصد. فكره الاهمال الجسيم في الحاجات اللي من النوعيه دي او بعض الحاجات بالظبط هنا هنحتك بحياه انسان او بقدره انسان على ان هو يكمل حياته بشكل سليم وصحي، فهنا دي بتبقى المشكله اكبر. طيب خليني بقى بمناسبه الحديث عن فكره انه الطبيب ده تحديدا يمكن دون عن اي مهنه اخرى، ده حياته يا جماعه متعلق او عمله متعلق بحياه البني ادمين، يعني هنا زي ما سياده المستشار قال فكره انه الخطا بتاعه ده ممكن يخلي بني ادم يعني يفضل عيان زي ما هو وممكن الحالة تتدهور، ممكن تؤدي إلى الوفاة، ممكن تؤدي إلى مزيد من التشوهات، وممكن تؤدي إلى أنه الحامل تفقد جنينها أو أنه مشاكل كتيرة جدا. فهنا من هنا يمكن غلطة الدكتور ما بتسكتش عليها، لأنه مهنة الطبيب كمان أنت مفترض أنك درست الطب 6 سنين ومعها سنة امتياز وبعدها قعدت تدخل أكتر من مجال ومستشفى علشان تعرف تتمرن لغاية ما تبقى طبيب وليك اسمك، فاللي بيجيلك في النهاية كمريض بيجيلك على اسمك على ضميرك المهني. يمكن من ده هفتكر مع حضراتكم من حوالي اسبوعين في عسل ابيض كان لينا لقاء مع المهندس رامي الجبالي وكان ادمن صفحه اطفال مفقوده وكان في امانه كان جاي يوصلها على الهواء بخصوص الطفل عبد الرحمن اللي اجريت له عمليه خاطئه في مستشفى الهرم، واللي الدكتور الفاضل المحترم اللي اجرى له هذه العمليه تسبب في الخطا الطبي اللي قام به انه تم بتر 3 صوابع من رجل الطفل عبد الرحمن وحكم عليه انه يفضل يعيش حياته كلها مشوه. الحقيقه انه بعد الحلقه دي احنا عرفنا انه بالفعل كانت النيابه الاداريه من قبلها بايام شغاله على هذا الملف وعلى هذا التحقيق، وكان يهمنا جدا يا سياده المستشار نعرف من حضرتك الواقعة ازاي اتبلغتوا بيها، واقعة الطفل عبد الرحمن في مستشفى الهرم، وايه اللي اتعمل مع الطبيب ده، لانه الحقيقة اللي اتقال يوميها انه الدكتور ما اتعملش معاه اي حاجة وعادي يعني متساب. طيب يعني اسمحي لي، يمكن طبعا انا منذ تشرفت بالظهور مع حضرتك يمكن في اول مرة كنت شرحت فكرة ان احنا بنتابع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث ان احنا لما بنلاقي اي واقعة قد تشكل جريمة تختص بها النيابة الإدارية بعمل فيها مذكرة وبتعرض على السيد المستشار رئيس الهيئة وبيحلها فورا للنيابة المختصة إذا قامت دلائل على وجود الجريمة، بتتحقق وقد تثبت صحتها وقد لا تثبت. اللي حصل في الواقعة دي أنها نشرت في تاريخ الأربعاء 21/10 على أحد المواقع الإلكترونية، كانت تحت عنوان جريمة مكتملة الأركان في أحد المستشفيات، كان الطفل عبد الرحمن اللي دخل يقوم إعوجاج في قدمه اليسرى
فحصل المشكله حضرتك قلتيها. كمان ازود على حاجه، هو دخل يقوم اعوجاجك في قدمه اليسرى، اتعملت له العمليه في القدم اليمنى، في القدم اليمنى يعني اتعملت العمليه في القدم السليمه، ده كان الخبر بيقول كده، وترتب عليها ان بعد كده اضطر لبتر 3 أصابع من القدم السليمه عشان الاثار اللي حصلت نتيجه العمليه. كانت الواقعة كده، وكان والد الطفل بيستنجد في التحقيق الصحفي. عرض الموضوع على السيد المستشار رئيس الهيئه، ففعلا اتحولت على الفور للتحقيق، وأمرت النيابة بالتحفظ على كافة الأوراق الطبية الخاصة بحالة الطفل المذكور وتشكيل لجنة طبية على مستوى عالي جدا إنها تفحصه وتعمل تقرير تقول لنا فيه اللي حصل ده بالظبط والكلام ده سليم ولا لأ، وبناء عليها يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية. يعني الفكرة بتاعت إن أي حد ممكن يعمل أي حاجة ويعتمد على إنه مفيش حد هيحاسبه، لا، إحنا ما بنعملش كده. إذا ثبت وجود الخطأ سيحاسب من تسبب فيه كائنا من كان، بغض النظر هو مين. عارف يا فندم، فكرة برضو الأم أو الأب لما نفكر كده، هم ممكن يبقوا حاسين بإيه؟ إن ابنهم مش بس تعمل له عملية غلط، مش بس نتيجة العملية الغلط دي اتبطر لابنهم 3 صوابع وهيبقى مشوه طول عمره. فكرة كمان ده، حتى كان بيقول لنا المهندس رامي يومها إنه ما قيل يعني للأب لما الأم كانت قاعدة وبعتوا جابوا عملوا محضر، فحد من الطب الشرعي بيكتب تقرير، فبيكتب حاجة غلط يعني مش هي الحاجة اللي حصلت، فالأم بتقول له لا حضرتك هو مش ده اللي حصل بالظبط، تفاصيل العملية غلط، حضرتك بتكتب حاجة غلط. قال لها يعني أنت عايزاني أكتب تقرير يضيع مستقبل الدكتور فلان الفلاني اللي مشهور المعروف اللي الناس كلها بتجيله من آخر الدنيا عشان يعني ابنك طار من رجله 3 صوابع؟ حقيقي صدقا، والقصة دي حصلت بالفعل. فبرضو فكرة هنا ان احنا بنستهون قوي بحياة الناس وما بنلاقيش الحقيقة اللي بيحسسنا انه قيمة وكرامة وحياة المواطن ليها تمن. دي بجد جاء الوقت ان احنا بقى لا نتكلم فيها ونركز عليها على قد ما نقدر. طيب تسمحي لي 3 نقط بسرعه جدا. اتفضل. اول حاجه، هو ما كانش من الطب الشرعي، كان احد الاطباء في المستشفى. الطب الشرعي لسه ما تولاش فكره فحص الولد وتقديم التقرير، لان الطب الشرعي فعلا بيكتب تقارير وبمنتهى الحياديه بغض النظر عن شخص الجاني. اتنين، لازم اقول ان عندنا اطباء كتير على مستوى عالي جدا وناس محترمه جدا جدا ومجهودهم عظيم وبيساهم في حياه ناس كتيره جدا، وبيتعرضوا لظروف تشغيل يمكن في بعض الاحيان بتبقى ظروف غير ملائمه، ولابد ان الدوله والوزاره يكون ليها حل للمنظومه دي، لان الناس دي لازم اريحهم عشان يعرفوا يشتغلوا عشان اقدر احاسبهم. ولكن بيجي نمره 3 اللي حضرتك بتقولي عليها، لابد ان يضع كل طبيب نفسه موضع المريض او موضع ذوي المريض فيتحمل ويقدر يقف ويتخيل ان لو كان ابنه اللي موجود كان هيحصل ايه، كان هيبقى متخيل نفسه عامل ازاي. دي مهمه جدا، لان وظيفه الطبيب هي رساله قبل ما تكون وظيفه، فلازم اتحمل. زي انا في النيابه لما هيجي لي شاكي ممكن يكون منفعل بشكواه جدا، لابد ان انا اتحمله وان انا امتصه، ان ده دوري، هو كمان دوره ان هو يعمل ده، لان تدخله او عدم تدخله قد يترتب عليه حياه انسان، او ان انسان يعيش بعاهه، او ان انسان يعيش سليم. فده شيء في منتهى الخطوره، لابد من غرس الرساله دي بشكل قوي جدا من اصغر طبيب لاكبر واحد موجود. اتفق جدا مع حضرتك. وبما ان احنا ما زلنا في ملف الصحه، هو يمكن الحقيقه ليه النصيب الاكبر في حديثنا اليوم مع سياده المستشار، خلينا كمان ننتقل لواقعه اخرى، واقعه الطفل الذي اصيب في حادث سير في طنطا، في دمياط، والاب اخذ الطفل ووداه للمستشفى، مستشفى الازهر الجامعي في دمياط. الحقيقه انه اللي ما كانش معاه فلوس كفايه، يعني هو الراجل ما كانش عارف ان ابنه هينزل يعمل حادثه، فمش حاطط في جيبه 1,000,000 جنيه مثلا يعني. فالمستشفى طلبت منه فلوس معينه، رسوم الدخول زائد مصاريف تانية للاشعه والتحاليل، والاب ما كانش معاه ما يكفي، فاشترطت المستشفى ان يترك الاب ساعه الابن او ساعته وموبايله كرهن علشان يبداوا يكشفوا على الولد ويشوفوا هيعملوا معاه ايه. قصه الحقيقه لما تسمعها تحس ان احنا متاخرين ورا 100 سنه، بس لما تحس ان او تشوف انه لا، في ناس بتقف وبتقول كلمة الحق وبتحقق في ده وبتحاسب المخطئ، كمان ده يديلك شوية كده تفاؤل. يعني عملتوا ايه يا فندم؟ وبداية ازاي وصل لحضراتكم اصلا هذه الشكوى؟ كيف وصلت اليكم؟ تمام، ده بقى الجزء بتاع التفاؤل، ان برضو دي الشكوى دي هنضمها لبقية الواقعات اللي ذكرناها اللي احنا تصدينا للتحقيق فيها مباشرة دون انتظار للشاكي، برضو عن طريق وسائل الاعلام. يعني احنا عدينا يمكن لغاية دلوقتي 4 واقعات من اللي اتكلمنا فيهم، كلها النيابة بتفحص الواقعات وبتحيلها للتحقيق من غير ما الشاكي يتقدم بشكوى. ليه؟ لان ليه دي مهمه جدا. في بعض الاحيان بيكون الشاكي تحت رحمه المستشفى، فابنه في المستشفى محجوز دلوقتي في العنايه المركزه،
فهيخاف انه يقدم الشكوى مثلا، ولكن الواقعة اثيرت في التحقيق الصحفي. طيب الواقعة دي اثيرت في تحقيق صحفي في تاريخ 7/11/2015 مباشرة تاني يوم في تاريخ 8/11 عملنا فيها المذكرة بإحالتها للتحقيق. كانت الواقعة بتقول ان الولد ده كان على الطريق الدولي وحصلت حادثة، طفل عنده 13 سنة وكانت حالته سيئة للغاية، نقلته الإسعاف للمستشفى فحصل وقعة ان المستشفى رفضت انها تدخله الا بعد سداد مبلغ مالي تأمين. فده الكلام اللي مكتوب في التحقيق لغايه دلوقتي. ترتب على كده ما كانش فيه فلوس طبعا، فخدوا الموبايل التليفون المحمول والساعه بتاع من اسره الطفل لحين ما يجيبوا فلوس عشان يدخلوه. ده اللي اتقال في التحقيق لغايه دلوقتي. احنا ما نقدرش نقول هو حصل 100% ولا لا، ولكن هي واقعه لابد ان يتم التحقيق فيها. يعني كمان حاجه زي كده يا فندم، عفوا بس قبل ما حضرتك تكمل، بتحققوا ازاي؟ هل النيابه الاداريه بتنتقل او بترسل مثلا مندوب هناك يقوم بالتحقيق، ولا بتبعتوا تعملوا استدعاء للاطراف وتحققوا معاها؟ الواقعه دي بالذات لانها استفزتني انا على المستوى الشخصي فانا تواصلت مع مدير اسعاف الدقهليه اللي هو شغال تحتيه الناس اللي نقلت الحاله. تمام. لان ده حد من بره المستشفى يقول لي اللي فاكد فعلا صحه الواقعه ده على التليفون. كلفته ان هو احنا هنحيل الموضوع للنيابه، وان هو هيتم سماع شهادته ويسال فيها ويجيب لي المسعفين اللي نقلوا الطفل وحدثت امامهم الواقعه، مع بعد كده ابتدي اشوف بقى الورق بتاع الطفل من ساعه ما دخل ايه اللي تم فيه ان هو في العنايه المركزه وما زال لغايه دلوقتي. ففي بعض الواقعات وبيبقى من الافضل ان يتم التاكد من اطراف اخرى قبل ما نبتدي نغوص في التحقيق. مجرد ما الموضوع بيتحول للنيابه هتتحفظ على المستندات بتاعه حاله الطفل، لو استلزم الموضوع الانتقال للمستشفى لسماع اقواله او سماع اقوال ذويه هيحصل، ما كانش هيجوا الاطراف هم النيابه. المهم في التحقيقات دي كلها، وده اللي احنا بنركز عليه ومعالي المستشار رئيس الهيئه تحديدا، عنصر السرعه. فكره السرعة. الثواب والعقاب لابد ان يكون مرتبط بالسرعه. سياده المستشار، هي منظومه الصحه عندنا في مصر مالها بالظبط؟ هو في ايه يعني الخلل جاي منين؟ وتاني انا باكد على كلام حضرتك انه طبعا في اطباء على درجه كبيره جدا من الكفاءه والمهنيه والضمير وتمريض عندنا برضو في مصر فيهم درجه من الكفاءه والضمير، لكن لو اتنين دكاتره وسط 100 بس عندهم هذا الكم من الفساد والاهمال وعدم الضمير، فده في حد ذاته شيء مقلق، لانه زي ما حضرتك اكتر من مره قلت الحقيقه انه مهنه الطبيب دي بتتعامل بشكل مباشر مع حياه الانسان، فما فيش اي احتماليه ان انا اتقبل منه اي اهمال او اتقبل منه اي تقصير في دوره. المنظومه الطبيه يا فندم عندنا في مصر الصحيه حقيقي مشكلتها فين بالظبط؟ يعني طبعا انا مش اقدر شخص يجاوب على هذا السؤال، يمكن الكلام ده محتاج من واقع التحقيقات اللي حضراتكم بتعملوها والقضايا اللي بتجيلكم يا فندم. طيب يعني من واقع التحقيقات مفهوم رسالة الطبيب مش واضح، والقانون يعني حضرتك الحالات اللي بنتكلم عنها انا نسيت اوضح نقطة مهمة جدا. الدستور المصري الحالي مادة 18 بتلزم الدولة ومستشفياتها العامة والخاصة بقبول حالات الخطر على الحياة. يعني بقى عندي مريض في حالة خطر على الحياة عادة بتبقى حوادث، لابد ان تقبله المستشفى، خاصة، حكومة، تعليمية، جامعية، ايا ما تكون وصفها ملزمة انها تقبله، لان هنا حياة الانسان بتقدم على اي مصلحة، ففي عندي تعارض ما بين المصلحة المادية بتاعة المستشفى وحياة الانسان، فبتقدم حياة الانسان. دي المادة 18. ده انا مش كده بس، ده انا عندي قرار اصدره ورئيس مجلس الوزراء وجدد في 2014 قرار يعني بالظبط رقم 1063 بيتضمن الزام جميع المستشفيات عامه وخاصه برضه بتقديم الرعايه الطبيه العاجله لحالات الخطر على الحياه لمده 48 ساعه. فلما يبقى عندي حاله طوارئ في خلل في تطبيق القرار ده، ليه المستشفيات ما بتطبقوش؟ هل مش واضح؟ هل في حد بيحاسبهم لما بيدخلوا الحالات دي؟ دي محتاجه وزاره الصحه تدرس. رساله الطبيب محتاجه انها تتوضح بشكل واضح ويعني يكون عارف انه بيتعامل مع حياه انسان مش بيتعامل مع مكن او ادوات او عمارة. ظروف الاطباء المعيشيه ولو ان ده بالنسبه لي مش مبرر، يعني مش سواء المرتبات ممكن نتكلم في المرتبات، نتكلم في الظروف المعيشيه في الارياف طبعا ظروف صعبه جدا ومن حقهم ان هم انها تتحسن، ولكن ما ينفعش يبقى مبرر. مش مبرر يا فندم، لانه حضرتك كمان كطبيب ما حدش ضحك عليك الحقيقه وانت بتقدم على كليه طب وقال لك انه الدكتور ده بيطلع بيبقى اغنى واحد في مصر. يعني كلنا عارفين احنا مرتبات الاطباء عندنا اللي تابعين وزاره الصحه عامله ازاي ومستوى اجورهم عامل ازاي، وبالتالي انت داخل المهنه دي وعارف انك هتاخد بدل عدوى 19 جنيه وعارف مرتباتك هتبقى عامله ازاي، فده حقيقه مش مبرر بالمره. اخر نقطه في حدود دقيقه واحده، معلش انا بستاذن حضرتك لانه احنا عدينا كمان وقتنا، لكن انا عارفه ان هي نقطه مهمه جدا متعلقه بالرقابه والبحوث الدوائيه. كمان كان ليكوا تصريح مهم جدا يا فندم في النيابه الاداريه عن بخصوص ملاحظات شابت منظومه العمل بالهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه. عايزين نعرف ايه هي تلك الملاحظات، اعتقد ان هي كانت متعلقه بمستحضر ليه علاقه بجلطه المخ.
تمام. يعني بسرعه شديده جدا كان رئيس شعبه الاغذيه بالهيئه قدم بلاغ للنيابه بيقول فيه ان في مستحضر متداول وغير مطابق للمواصفات، هو دواء بيعالج الحالات الخاصه بالجلطات بتاعه المخ. لما جينا حققنا اكتشفنا ان المشكله في ايه. المشكله ان في قرار بيتيح ان انا لو عندي دواء، طالما الدواء ده مسجل، يعني طالما الدواء مسجل ومرخص، ان يتيح ان جميع ال ال يعني الدواء ده انتج منه كميه جديده، الكميه بيطرح في السوق 30% منها للتداول لغايه ما نتيجه العينات بتاعت الكميه الجديده دي تظهر. النتيجه ممكن تاخد سنه سنتين، فال 30% بيبقوا موجودين في السوق ومتداولين. اثبتت التحاليل بتاعت الدواء ده تحديدا انه غير مطابق للمواصفات، فالدواء كان بقاله سنه وسنتين بيتداول وبيتباع وهو دواء غير مطابق للمواصفات. فكانت دي المشكله اللي قلنا طلبنا فيها ان يتم تعديل الكلام ده. ما ينفعش ان انا اخلي السوق بيتداول 30% من دواء الا بعد ما يتم تحليله. اذا كانت عندي مشكله في قله عدد الموظفين ازودهم، اذا كانت عندي مشكله في الوقت اقلله، انما ما ينفعش ان انا اخلي صحه المواطن على المحك لغايه ما التحليل يطلع. ربنا يديكوا الصحة ويديكوا القدرة على المواصلة، لأنه حقيقي كل قضية بتكشفوها، كل فساد وإهمال بتكشفوه، كل تحقيق بتعملوه بينفع مواطن في مصر وبينفع منظومات أو يعني منظومة متكاملة، سواء تربية والتعليم، سواء الصحة، سواء أي حاجة. تحسسنا في النهاية أنه إحنا بنتقدم لقدام وبنطلع لقدام، مش بنرجع لورا ولا حتى واقفين مكاننا اللي إحنا مش عايزين نقف مكاننا. جزيل الشكر لحضرتك ولحضراتكم جميعا في هيئة النيابة الإدارية، وبالتوفيق إن شاء الله، وبإذن الله نأمل أن حضرتك تكون موجود معنا مرة تانية ونستكمل ملفات أخرى هامة جدا إن شاء الله. سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، جزيل الشكر لحضرتك.